تعرفوا شنو اللقطات اللي أحبها في كرة القدم وأحسها تميزنا إحنا العرب؟ هي اللقطة لما يسجلون جول ويسجدون سجدة شكر عقب الجول مباشرة. أحس تصيدني قشعريرة في هاللقطة لأن السجدة تطلع عفوية. المهم رسمنا شي يخص فوز السعودية، يلا نرسم شي يخص فوز المغرب. وإيه بنرسم اللقطة اللي سجدوا فيها اللاعبين عقب ما فاز الفريق. عقب ما حطيت تيب بحط لون ابيض، سويت السكتش بس ما ادري ليش اللوحه احسها بتكون صعبه. اول شي بخلط هالالوان عشان اطلع لهم البشره، الحين بلونهم باللون اللي طلع. الحين ببدا الون الثياب. يا جماعه حسني اوريدي بديت اجيب العيد. الون الشعر، الحين بحط ارقام على التيشيرتات بالاحمر. الون هالسبيس بالاخضر، هني بلون بالازرق. هذا شي الحين التيب. شوفوا شلون صارت اللوحه، ايش رايكم فيها؟ صراحة طول البروسس وانا قاعدة اقول خربتها خربتها، بس الحمد لله طلعت اوكي. اعطوني افكار شنو نرسم بعد.